طبعا الامر يتعلق بالدوره العاديه للمجلس الوطني للحركه الشعبيه، علما انها ليست كسابقتها، لانها فعلا هي المجلس الوطني كينعقد في نهايه الولايه، وبالتالي هو محطه اللي كان استشرافيه، بمعنى ان هناك غادي تكون محطه للوقوف على التنظيم وعلى الاستعداد يعني المؤتمر القادم اللي هو الحركه الشعبيه تراهن عليه بانه سوف يكون ايضا واحد اللحظه الذي يجب ان ننتصر فيها للوطن وليس للحزب، يعني بعيد على يعني تقزيم واختزال المؤتمر في 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 الشخص او في الهيكله، بقدر ما غادي يكون فعلا واحد الوقفه لملامسه القضايا اللي كتتاثر بالاهتمام ديال المواطنين واللي كتقيس في المعيش اليومي ديالو. فهذه اللحظه نراهن عليها بامتياز انها فعلا غادي تكون واحد المرحله اللي غادي تسالنا جميع، واعتقد ان حتى المغاربه اليوم ما كينتظروش من المؤتمر ديال الحركه الشعبيه تنظيميا او على المستوى القياده ممكن، ولكن هذا كيبقى يعني ماشي هو هذا الاهم، ولكن الاهم كما قلت هو الانتصار للوطن، للوقوف على قضايا اللي كتمس الجوهر ديال المعيش اليومي ديال المواطن، وغادي تكون فعلا مساءله وايضا حتى اقتراح واحد المجموعه ديال الحلول وواحد ديال البدائل، بما ان الامر غادي يكون نقاش الارضيه السياسيه اللي تقدم بها الحركه الشعبيه، واللي غادي تكون فعلا ارضيه سياسيه كتحمل الطموحات والانتظارات والهواجس والمشاكل ديال المغاربه. لا شوف انا قلتها ماشي غير الاسم ديالي بوحده، هناك مجموعه ديال الاسماء، مجموعه ديال الطاقات اللي قلت لا تقل قيمه ولا تقل اهميه. الله يرضى عليكم، ما بغيناش نختزلوا هذا الشيء في شخص، حنا كنختزلوا هذا الشيء او كنستشرفوه على مستوى واحد المشروع اللي كنخاطوا فيه جميع الحركيين والحركيات. انا قلتها وربما غاديش ناكد عليها بشكل كافي، الامر لا يتعلق بشخص، الاشخاص راه موجودين، شوف غير شحال من واحد كاين، غادي تلقاو اي واحد يمكن عنده مؤهلات وعنده بس. ولكن ماشي هذا اللي خصنا نوقفوا عليه، خصنا نوقفوا على شنو 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 هي المسؤوليه اللي غنتحملوا غدا، ماشي ما من سيقود ولكن ماذا سيقود. ها السؤال الجوهري، فاش كنقول ماذا سيقود راه ماشي غير ايضا الاشخاص، افكار مشروع اللي غادي يكون حامل، وبالتالي فالنقاش باقي ما تحزمش يعني في هذا الاتجاه، لو ان كاين طموح، والامر كيتعلق ايضا حتى بتدبير الطموحات. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.